الشركة تاعنا هنا سنوية. هنا سنوية الأدنى هي 3 مليون و240 ألف، يعني أقل من 4 ملايين، والأقصى يقدروا يطلعوا حتى 64 مليون في العام. ونذكر باللي الإنسان اللي عنده السنوات الكافية ويقدم اشتراكات، كل ما يطلع في الاشتراكات كل ما راح تطلع المنحة التقاعد تاعو حتى تلحق 20 مليون في الشهر، وهذا يعني مكسب كبير. والناس كثير ما مش عارفين، يقول لك أنا نسلك المينيموم